قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، كنا ذكرنا في مدرسة أهل الرأي أن أخطاء أهل الرأي أحصى ابن القيم رحمه الله أخطاءهم فكانت 5، نكتفي بذكر 3 منها. الأول ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. هم قالوا العمل بالقياس ضرورة، من ضرورته أن النصوص في الكتاب والسنة محصورة معدودة، والوقائع في دنيا الناس غير محصورة وغير معدودة. وعقد ابن القيم رحمه الله فصلا كبيرا بيّن فيه شمول النصوص للأحكام وأنها مغنية عن الرأي والقياس، مع أن جمهور العلماء بيعتبروا القياس إحدى مصادر الشرع بعد الكتاب والسنة والإجماع. القياس، والقياس مش مجرد قياس على رأي، إنما القياس قياس على إيه؟ على نصوص، يا إما على نصوص يا إما على أصول، لأن القياس على الرأي العقل يعني ده مذموم. وما وقع إبليس فيما وقع فيه إلا بالقياس على الرأي، الرأي العقل يعني. فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ظنا منه أن النار أفضل من الطين. العلماء بيقول لك بعد النظر وجدنا أن الطين أفضل من النار، لأن النار من سماتها الطيش والإحراق، والطين من سماته الرزانة. الرزانة، ادخل حديقة تجد آثار الطين عبارة عن زهور مختلفة الأنواع وفواكه مختلفة الطعوم، يبقى أيهم أفضل، النار ولا الطين؟ وهو يعني هو اعتبر أن النار أفضل، ووقع فيما وقع فيه من مخالفة أمر ربه سبحانه وتعالى. وقد ساق فيه مسائل كثيرة اختلف فيها السلف الصالح، وقالوا فيها برأيهم وأعملوا فيها القياس، مع أن النصوص قد بيّنتها. والله لو النصوص بيّنت مسائل مش محتاجين لإيه؟ لقياس. والقياس الصحيح شاهد أو تابع، وليس مستقلا في إثبات حكم من الأحكام لم تدل عليه النصوص. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في النباش الذي يسرق أكفان الموتى، هل تقطع يده؟ والصحيح أنه سارق، داخل في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثاني خطأ معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس، معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس، لا شك أن هذا خطأ. وقد أورد ابن القيم فيضا من النصوص ترك فيها القياسيون الأحاديث وأخذوا بالرأي والقياس. ثالثا اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية
أنها على خلاف القياس. هو القياس المذموم هنا يا إخواننا هو إعمال الرأي في مقابلة الإيه؟ النص. هو ده القياس المذموم، وإلا القياس على المنصوص عليه إحدى أدلة الشرع. وقد بيّن ابن القيم بطلان ما ذهب إليه في مبحث طويل نقل فيه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا كبيرا ضرب فيه كثيرا من الأمثلة التي قال أهل القياس إنها مخالفة للقياس، وقد ناقشهم فيها وبيّن أنها موافقة للقياس. ومما ظنوه مخالفا للقياس المضاربة والمساقاة والمزارعة. إذا كانت المساقاة والمزارعة النبي عمل بها مع يهود خيبر لما فتح الله سبحانه وتعالى خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، صارت الأرض مملوكة لمين؟ مملوكة للمسلمين. فاليهود قالوا احنا نزرعها على النصف من الثمار، على النصف من الايه؟ الثمار. يعني الثمار دي جت 10 كيلة يبقى 5 و5، طب جت 8 تبقى 4 و4. ابن القيم في اعلام الموقعين بيقول لك الإجارة مشروعة والمزارعة والمساقاة مشروعة، الأقرب إلى العدل المساقاة والمزارعة. ليه؟ لو زاد زاد معاه، نزلت نزل معاه، يبقى ده العدل الأقرب. مع ان الايجاره مشروعه، لكن انت بتدفع ايجار في الارض 300 جنيه، طلعت الزرعه كبيره، طلعت الزرعه شويه، خدت بالك؟ مثلما قال الكيلو والوزن كلاهما مشروع، ايهم اقرب الى العدل؟ الوزن. الوزن اقرب الى العدل من الكيل، لان الكيل لو الحبايه صغيره يبقى الفراغات قليله، لو الحبايه كبيره يبقى الفراغات كبيره، خدت لك؟ لذلك انت هتجد صاع من التمر في الوزن غير صاع من ايه؟ من البر او الارز. يعني في الارز يعمل 3 كيلو الا، خدت لك؟ في التمر يعمل 2.5 كيلو. ليه؟ لان الفراغات ما بين التمر كبيره. مع ان الكيل مشروع العمل به، واوفوا الكيل والميزان. والإجارة والمساقاة والمزارعة كلاهما مشروع، لكن بعضهم أقرب. وبعدين بتوع القياس بيقول لك لا، أصل المضاربة والمساقاة والمزارعة ديت الأجرة فيها مش معلومة والإجارة معلومة. فابن القيم قال لهم أصل الإجارة ديت من عقود المعاوضات، والمضاربة والمساقاة والمزارعة ديت من عقود المشاركات، ودي مشروعة ودي إيه؟ مشروعة. فانت ما تقس بقى وتقول اصل هي اللي هي معلومه تبقى ما يبقى جايزه، واللي هي مش معلومه مثل هذا لا يقال. لان النبي عليه الصلاه والسلام لما عمل في اعمال الشرع في مع يهود خيبر في المساقاه والمزارعه على النصف من الثمار، كانت ادله شرعيه واضحه جدا، نصوص. نصوص ازاي؟ نصوص انت تقول القياس على خلافها وتعمل انت بالقياس وتسيب النصوص. هو الدين نصوص ولا اعمال عقل؟ نصوص. ما هو المعتزلة في العقيدة ضلهم لما اعملوا العقل، لما اعملوا العقل في مزاحمة الشرع. يعني وهو المفروض اعمال العقل في فهم الشرع، المفروض اعمال العقل في فهم الشرع لا في معارضة الشرع. المعتزلة عارضوا، المعتزلة عارضوا النصوص الشرعية بالعقل. ومما ظنوه مخالفا للقياس المضاربة والمساقاة والمزارعة. طبعا المضاربة ديت كان معمول بها من قبل الإسلام فأقرها الإسلام. لما جه ابن حزم يقول أصل ما فيش أدلة نصية على المضاربة، لو ما فيش أدلة شرعية نصية على المضاربة تقاس على المزارعة والمساقاة،
دي حاجة. الحاجة التانية، الشيخ الألباني رد عليه في إرواء الغليل، قال الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء النص بالتحريم. يبقى هنا المضاربة مباحة ما دام لم يأتي نص يحرمها. وقال له كمان بأن المضاربة كانت موجودة قبل الإسلام فأقرها الإسلام، لأن المشاركة لها نوعين، اتنين بيتشاركوا بالمال والعمل مع بعض اسمها الشركة، وقد تكون المشاركة واحد بالعمل واحد برأس المال على أن يكون الربح بينهما مناصفة. فإذا حصلت خسارة يتحملها رأس المال. طب والعامل ضاع عليه وقته وجهده وسعيه وكل ذلك. العرض المضاربة والمساقاة والمزارعة، قال لأنها عندهم من جنس الإيجار، لأنها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والعلم بالمعوض. فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين أو معلومين قالوا هي على خلاف القياس فأخطأوا، وبين أنهم غلطوا في هذا، فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض. والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات. مدرسة أهل، مدرسة أهل الظاهر، هذه المدرسة تقابل مدرسة أهل الرأي. فأهل الرأي توسعوا في الأخذ بالرأي، وأهل الظاهر غلوا في رفضه ورده. وتنسب هذه المدرسة إلى داود بن علي، ومشهور هو بداود الظاهري. داود تفقه على أبي ثور تلميذ الإمام الشافعي وإسحاق بن راهوي، وهو إمام من أئمة الحديث، وأخذ عن الفقهاء الأعلام في وقته. وكان داود معظما للإمام الشافعي آخذا بأصوله، ثم اختط لنفسه طريقا من أتباع داود. مين؟ ابن حزم الظاهري. اختط لنفسه طريقا خالف فيه غيره من فقهاء الإسلام، وطريقته تتمثل في الاعتماد على ظاهر النصوص والإجماع. ونفى الأصول الأخرى التي اعتمد عليها غيره من العلماء كالقياس. والسبب في جعله ينفي القياس هو دعواه أن الأحكام غير معللة ومجردة عن الحكمة والتعليل. هذا الكلام قد يقال في العبادات غير معقولة المعنى التي منها الوضوء، بنقول طهارة حكمية غير معقولة المعنى، ومنها الغسل، غسل الجنابة، طهارة حكمية غير معقولة المعنى، والبديل عنهما التيمم وهو مغبر وليس منظف. وأنت ترى في هذه العبادات لم يذكر فيها علة أو تعليل، يعني إيه؟ أنه يخرج من الإنسان الشيء الطاهر يغتسل بدنه كله اللي هو المني، يخرج يوجب غسل البدن كله، ويخرج سائل نجس مثل البول والغائط والمزي لا يستوجب غسل البدن كله بل يستوجب الايه؟ الوضوء. من هنا قالوا أن الوضوء وغسل الجنابة
طهارة حكمية غير معقولة المعنى. لكن المعاملات التي يجري فيها القياس المعنى فيها معقول، وبين في كثير من الأوامر والنواهي الحكمة من ورائها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. دي حكمة وتعليل ولا مش حكمة وتعليل؟ حكمة وتعليل. الشرع حكم بها، لا تقرب الصلاة إلا إذا توضأت، لا تقرب الصلاة إلا إذا اغتسلت. لقد رأى أهل الظاهر ما جناه الرأي على النصوص الشرعية، بحيث قدم الرأي على النص في كثير من الأحكام بسبب إهمال النصوص حفظا وفقها ودراسة. فكان موقف داود ردة فعل للذين تطرفوا بالأخذ بالرأي، فجاء موقفه تطرفا في الجانب الآخر، زي من باب إيه، لكل فعل رد فعل، فمنع الأخذ بالقياس وقال بعدم تعليل النصوص، وقصر منهجه على الأخذ بظاهر النصوص. أنا كنت ذكرت لكم أن الشيخ الألباني تنظر على أهل الظاهر بفهمهم لحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، فقالوا لو بال في إناء ثم سكب ما في الإناء في الماء لم يكن مخالف. هو في الحقيقة إيه؟ مخالف. هو كده لوس المية، كده لوس المية. ولو اسهب نجاسة بنجاسة. وقد أدى منهجه هذا إلى الاعتناء بالنصوص حفظا ومدارسة وفقها وتعليما، إلا أنهم وقفوا عند ظاهرها ولم يغوصوا في أعماقها. موازنة بين المدارس الثلاث. أحسن أهل الظاهر في الاعتناء بالنصوص الشرعية حفظا ومدارسة وتفقها، ولكنهم أخطأوا في وقوفهم عند ظاهر النصوص وقصروا في فهمها. وأهل الظاهر وأهل الرأي أحسنوا إذ لم يقفوا عند ظاهر النص، بل غاصوا في أعماق النصوص واستخلصوا علل الأحكام ووسعوا دلالة النص ونظروا في إشارته وإيمائه وقاسوا النظير على النظير والشبيه على الشبيه. ولكنهم أساءوا فيما أحسن فيه أهل الظاهر، فلم يعتنوا بالنصوص عنايتهم بالعلل والقياس، ولم يبذلوا جهدهم في طلبها ومعرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث. يقول ابن القيم رحمه الله واصفا حال هذه المدرسة وأهل الرأي والقياس لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها، وغلاتهم على أنها لم تفي بعشر معشارها، فوسعوا طريق الرأي والقياس وقال بقياس الشبه. وقياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بمجرد الشبه من غير علة تجمعهما، كقول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها، ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس. هو السقطة في أنك تعارض النص بإيه؟
بالقياس والعقل. يعني أغناك النص، لما تذهب إلى القياس؟ ثم اضطربوا، فتارة يقدمون القياس وتارة يقدمون النصوص، وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير المشهور. واضطرهم ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شرعت على خلاف القياس. أما مدرسة أهل الحديث فقد توسطت بين المدرستين السابقتين، وهذا من الإنصاف، من الإنصاف أن تأخذ محاسن أهل الظاهر وأن تأخذ محاسن أهل الرأي، وتتجنب ما أخطأ فيه أهل الظاهر وما أخطأ فيه أهل الإيه؟ أهل الرأي. وهذا ما فعله أهل الحديث، ذلك أنها يعني مدرسة أهل الحديث وارثة علم الصحابة والتابعين، فقد أخذت من كل مدرسة محاسنها وتجنبت مساوئها، فقد عنيت بما عني به أهل الظاهر، لقد عنيت بالنصوص عناية كبيرة، وشغلت بغربلة الأحاديث والتعرف على الصحيح والضعيف، واجتهدت في فقه النصوص واستنباط الأحكام منها وتطبيق هذه النصوص على الوقائع، وأحسنت فيما أحسن فيه أهل الرأي، إذ لم يقفوا عند ظاهر النص فنظروا في منطوق النص ومفهومه، كما نظروا في إشارته وإيمائه، ولم يهملوا علل الأحكام، ولكنهم لم يتعدوا النصوص إلى الرأي إلا عند الاضطرار. هو أولا بيطلب الدليل من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع، فإن لم يجد يضطر يذهب إلى القياس، وأن يكون هذا القياس على منصوص عليه سابقا أو على أصل من أصول الدين. ولكنهم لم يتعدوا النصوص إلى الرأي إلا عند الاضطرار، حيث لا يجدون نصا بعد الطلب والتحري. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ونحكم بالإجماع، بالإجماع اللي هو الدليل الثالث يعني بعد كتاب السنة، ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، مش بيقولوا قاعدة، لا اجتهاد مع وجود نص، لا يحل القياس والخبر موجود. ربنا لما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا عقولا، رسولا يعني بالنصوص، رسولا يعني بالنصوص، وإلا كانت العقول كانت موجودة قبل نزول النص، كان العقل موجود، فإقامة الحجة بالرسول والنصوص. والدين نصوص أو قياس على منصوص، لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند فقد الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون التيمم طهارة عند فقد الماء. هو بيشبه هنا إيه بإيه؟ النصوص بالماء والقياس بالإيه؟ بالتيمم. Thank you.
هل الاختبار الاسبوع الجاي هيأتي من الأسئلة اللي هي موجودة ورا كل باب؟ هي أسهل الاختبار اللي جاي ده هيبقى أسهل من الأسئلة اللي جاية ورا كل باب. ها؟ هم كلهم خمس أسئلة يعني. يعني بنسأل في العموميات، اللي حافظ العناوين هيجاوب. أكتر من كده؟ اللي حافظ العناوين الدروس عناوينها بس كده هيجاوب إن شاء الله. فهو يعني اللي حل الأسئلة اللي ورا كل باب وتمام يعني هيحل هيتفوق هيطلع من الأوائل يعني. طب احنا هنبقى واقفين عند المذاهب الفقهية، ودية المؤلف نفسه فيها طويل. ليه؟ هيذكر مذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بنفس إيه؟ بنفس طويل. فيعني ندخل في النفس الطويل ده بعد الامتحانات. أمال ده قالوا لي سلم الامتحان يوم الخميس اللي هو امبارح. سلم، لكن احنا مش هنمتحنوا الا بعد اسبوعين في الجدول. يعني انتوا عندكم دراسه الاسبوع الجاي؟ واللي بعده، يعني يوم السبت ده يوم دراسه شغال. احنا عايزين نحط بحضرتك يعني السبت اللي جاي ده واللي بعد منه دراسه؟ كل سبت دراسه، مفيش الامتحان هيبقى الجمعه فقط. يعني احنا ماشيين دراسة على طول. عايزين بس قدر الامتحان هيبقى لحد الجزء رقم كام يعني؟ لحد ما احنا واقفين. لحد ما احنا واقفين النهارده؟ النهارده يعني المذاهب الفقهية دي هي اخرنا المذاهب الفقهية. نعم. والاسبوع اللي بعده هيبقى الجاي ده، واللي بعده يبقى بقى في الترم الثاني. ان شاء الله. طيب أنا هسألكم وأنتوا تجاوبوا. في باب أدوار الفقه الإسلامي بيقول لك العصور التي مر بها الفقه الإسلامي والتي ستتناولها الدراسة كم عصر؟ ست. عصر الرسول رقم واحد صلى الله عليه وسلم، اثنين عصر الصحابة، ثلاثة عصر التابعين، أربعة عصر التدوين والأئمة المجتهدين، خمسة عصر الجمود والتقليد، ستة العصر الحاضر. أنا بقرأ من صفحة 69. واحد يقول لي عصر الرسول متى يبدأ ومتى انتهى من عصور الفقه؟ يبدأ من دون التشريع على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. حتى وفاة النبي. منذ بعثة الرسول ماشي إلى إيه؟ إلى وفاة النبي. هذا العصر الأولاني. ها؟ 69. أنا عندي 69. مش عارف طبعا اللي عندك كده ولا لأ. بص، الباب الثاني أدوار الفقه الإسلامي، أول صفحة بعد منه. عصر الصحابة متى يبدأ ومتى انتهى؟ حد يجاوب؟ عصر الصحابة متى بدأ؟ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش لاخر صحابي، لا اخر صحابي ده كان في عهد عبد الملك بن مروان. انتهاء الخلافه الراشده ماشي. يبقى عصر الصحابه بدا منذ وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الى نهايه عصر الخلفاء الراشدين عصر التابعين متى بدا؟
نهاية عصر الخلفاء الراشدين؟ أيوة، اللي هو سنة 41 بداية خلافة معاوية رضي الله عنه. عصر التابعين ده امتد لحد امتى؟ من بداية عهد معاوية إلى انتهاء الدولة الأموية. وبداية الدولة العباسية. طب بعد التابعين ايه؟ التدوين. نهاية التابعين في منتصف القرن الرابع. احنا قلنا نهاية الأموية وبداية العباسية في منتصف القرن الايه؟ الرابع الهجري. موجود عندك في الكتاب برضو. طيب العصر اللي احنا كنا بندرسه دلوقتي عصر الايه؟ التدوين والأئمة. يبدأ من منتصف القرن الرابع وينتهي الى منتصف القرن الثالث عشر الهجري. في منتصف القرن الثالث عشر الهجري بداية تنحية الشريعة الإسلامية والبدء بعمل القوانين الوضعية. منتصف القرن الثالث عشر. طيب آخر عصر اللي هو سادس عصر بيسموه عصر ايه؟ ها؟ عصر التقليد من منتصف القرن الرابع الهجري. الرابع عشر. بص، لا، الرابع الهجري ده اللي هو عندما تمزقت الدولة الخلافة العباسية. ده التقليد والجمهور، بداية التقليد. اه ايوه صح، بداية التقليد والجمود من منتصف القرن الرابع الهجري، ماشي، ويمتد إلى منتصف الثالث عشر الهجري. احفظ هذا جيدا. العصر الحاضر بقى اللي هو بيبدأ من منتصف الثالث عشر الهجري، وهو الذي نحيت فيه الشريعة وأحلت مكانها القوانين، من منتصف الثالث عشر إلى يوم الناس هذا اللي انت عايش فيه دلوقتي، اللي هو العصر الحاضر. واحد بقى يفكرنا كده بالست عصور، متى بدأت ومتى انتهت. واحد كده يكون يعني
بس ممكن ننسى بعض الاشياء. ها؟ هقول بس ممكن ننسى بعض الاشياء. ده ماشي قول. اول حاجه عصر النبي صلى الله عليه وسلم يبدا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته وينتهي بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. بعد ذلك عصر الصحابه ويبدا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الى انتهاء الخلافه الراشده سنه 41. سنة 41 انتهى الخلافة الراشدة، ده العصر ايه الصحابة. عصر التابعين يبدأ من سنة 41 هجرية إلى سقوط الدولة الأموية. جميل. بعد ذلك عصر التقليد، عصر التدوين. أيوة أيوة. ويبدأ ببداية الدولة العباسية عند سقوط الدولة الأموية. أيوة. وينتهي بتجزؤ الدولة العباسية. في القرن الرابع. في القرن الرابع. مظبوط. بعد ذلك عصر التقليد والجمود يبدا من منتصف القرن الرابع. ايوه. وينتهي بمنتصف القرن الثالث عشر. الثالث عشر. العصر الحاضر من منتصف الثالث عشر الى يومنا هذا. احفظوا هذا الكلام. واحد يقول لي الفرق ما بين الشرع المنزل والشرع الأول والشرع المبدل. حد يقول الشرع المنزل ما هو؟ هو ما كان بالوحي من السماء من القرآن أو السنة. جميل. المؤول مفصل. انا عاوز من الكتاب مش من اجتهادك انت، انا عاوز اللي انت قريته اللي انت من الكتاب. الكتاب قال ايه؟ اجتهادات العلماء والفقهاء. ايوه اجتهادات العلماء والفقهاء، منها خطا ومنها الصواب، وهم اجرون على كل حال. مظبوط. الشرع المبدل ما دخلت الدين وليس منه كالحديث الموضوع. انت كده مذاكر صح. الشريعة الإسلامية أوسع من القوانين، تزيد على القوانين إيه؟ الشريعة الإسلامية إحنا قلنا القوانين ديت بتحكم على الأعمال الظاهرة، صح؟ القوانين بتحكم في الأعمال الظاهرة. الشريعة أوسع منها. الساعة دي جت فين وفين وفين وفين؟ النيات والأعمال القدمية. والعقيدة. والعقيدة. العقيدة. القانون الوضعي ما فيهاش حاجه اسمها عقيده، وايه كمان غير العقيده؟ الشريعه فيها ايه مش موجود في القوانين غير العقيده؟ العبادات، الصله ما بين العبد وربنا. وايه كمان فاضل كمان باب من الابواب الكبيره جدا، ما احنا قلنا العقيده، الاخلاق، الصدق والامانه دي موجوده، الصدق والامانه والحاجات ديت في القوانين، والعفاف يبقى انت عندك ثلاث ابواب كبيره جدا مش موجوده في القوانين، العقيده والعبادات والاخلاق. بيقول لك في تشابه ما بين شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، يبقى القرآن النبي خده من قصص الأوائل من اليهود والنصارى، بماذا ترد عليه؟ التشابه بين شرائع السلاسل يدل على أن المصدر واحد، يدل على أن المصدر واحد صح، ما يدلش على أنه أخذ من صح. مواضع الاتفاق ما بين الشرائع السماوية، ما هي مواضع الاتفاق يا اخوانا؟ الشرائع
ما بين الشرائع السماويه. التوراة والانجيل والقران، ايه ايه وجه الاتفاق ما بينهم؟ ايه؟ الصلاه قدر مشترك ما بين الشرائع كلها. القران حدثنا عن اسماعيل عليه السلام وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه، وامر الله تعالى موسى بالصلاه واقم الصلاه لذكري. هذا يذكرنا بحديث المعراج، النبي عليه الصلاه والسلام في اسرائه في رحله الاسراء وجد سيدنا موسى بيعمل ايه؟ حد فاكر؟ النبي وجد سيدنا موسى في قبره بيعمل ايه؟ بيصلي. واقم الصلاه لذكري. خارج هذه المساله، بعض الصوفيه الان يرددون بان المسلم من الممكن ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه، ويقول بالدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء ليله المعراج، فكيف يصلي بهم وهم اموات؟ الرد على هذا الكلام، صلى باشباح الانبياء. باشباح؟ يعني ارواح؟ طب واقول لك حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبر، وصلى بالأنبياء وفيهم موسى، صح؟ وطلع السماء وجد موسى في السماء. اربط لي انت بين الثلاثة، عالم البرزخ لا تعمل فيه عقلك، عالم البرزخ لا تعمل فيه عقلك. والصيام كذلك شرائع، قدر مشترك ما بين الشرائع كلها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ووصى الله عيسى بالصلاة والزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفرض الحج على لسان إبراهيم عليه السلام، وأمره أن يأمر الناس، كل من جاء بعد إبراهيم مأمور بالإيه؟ مأمور بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقد تتفق الشرائع في الأمور الجزئية، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، يعني السجود حتى والركوع مذكورين في الصلاة كانت تفعلها مريم عليه السلام. كلمة فقه وكلمة شريعة لها مفهوم عام ومفهوم ايه؟ خاص، صح؟ فقه وشريعة، ايه مفهومها الخاص يا اخوانا؟ بنصب على الاحكام، الاحكام، الفقه الاحكام العملية، الشريعة الاحكام العملية. طب المعنى العام؟ الدين عموما، يشمل الدين كله، عبادات ومعاملات واخلاق وعقائد، ليتفقهوا في الدين. ألا يتفقهوا في الأحكام بس؟ ولا الدين بشموله؟ بشموله. فالاصطلاح الخاص ده اصطلاح بعض العلماء في العصور اللي هي قالت الشريعة عبارة عن، ثم فصلت يعني. ما
حتى الأحكام العملية قسموها عبادات ومعاملات، وكلاهما أحكام عملية. بيقول لك الفرق ما بين العبادات والمعاملات أن العبادات غير معقولة المعنى، صفحة 37 عندك. لاحظ الفقهاء أن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى، لذلك لا يجري فيها القياس لعدم معرفة العلة. بتصلي الجهرية ليه والسرية ليه سرية؟ الأربعة ليه أربعة والثلاثة ليه ثلاثة والاثنين ليه اثنين؟ الصيام ليه من أول النهار لآخر النهار؟ وليه ما كانش الصيام عن الكلام، عن الأكل والشرب والجماع فقط؟ خدت بالك؟ هكذا أمرنا. ما هي مصادر القوانين الوضعية؟ مصادرها الأعراف التي اعتاد الناس على الالتزام بها، وما سنه الزعماء والرؤساء والقادة. أما مصدر الشريعة الإسلامية فهي شريعة إلهية ربانية. شرعها من يعلم السر وأخفى. احنا سبق قلت لكي يستقل العقل بالتشريع لابد له من أربع شروط، لابد له من أربعة شروط. أن يعلم العقل حقيقة الإنسان، وإلى الآن العقل لم يدرك حقيقة الإنسان. أن يعلم الخير والشر إجمالا وتفصيلا، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة أن يعلم مستقبل الإنسان إلى أي شيء يصير هذا المستقبل، لأنه لا يشرع لحاضره فقط بل يشرع للحاضر والإيه والمستقبل. دي رقم ثلاثة. رقم أربعة أن لا يكون له هوى فيما يشرع. ولا مصلحة، لا هوى ولا مصلحة. هذه الأربعة لا توجد في الإنسان، لا توجد في العقل الذي يريد أن يشرع. الذي يعرف حقيقة الإنسان الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق؟ ولا يعرف الشر والخير إجمالا وتفصيلا إلا الله سبحانه وتعالى. والذي يعلم ما في المستقبل ويشرع لليوم ولغد الله سبحانه وتعالى، يعلم تطور الإنسان إلى أين يصير فشرع للإنسان حتى لمستقبله، وليس لله تعالى مصلحة فيما يشرع، بل يشرع بما هو مصلحة للعبيد. كنا ذكرنا أن ربنا سبحانه هو رب الأغنياء والفقراء، ورب البائع والمشتري، ورب المؤاجر والمستأجر، فلم يشرع لمصلحة الطرف دون الطرف الآخر.